يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريب أخذ ميراثي وصار يماطلني وهجري له 3 أيام لا يؤثر فيه ولا يزيده إلا إيغالا في ظلمي، وجربت هجره لمدة أطول فرأيت لذلك أثرا، فهل أنا آثم بهجري هذا؟ يا أخي، مسألة الحقوق عندك المحاكم وعندك ولاة الأمور، اشتك وطالب بحقك. أما الهجر فلا يجدي لك شيء، ربما أنه يفرح إلى منك هجرته، يفرح يسلم منك ومن مطالبتك. هذا مثل هذا عندك المطالبة عند المحاكم، إن إنسان عندك إثبات عليه وعندك حجة عليه فطالبه عند المحاكم. نعم.